اهلا بكم، اهلا وسهلا. معانا ثلاث نماذج طلبه من الولايات المتحده الامريكيه. ابتدي الاول بالسيد سامر، وهو موجود في احدى الولايات بامريكا. اهلا بك يا سامر. اهلا يا بروفيسور. قول لي كده يا سامر، انت تعرفت عليا ازاي بدايه كده؟ تعرفت عليا ازاي الاول، وطبيعه عملك ايه؟ اتفضل يا سامر. بروفيسور، انا شفت الفيديوهات تبعت حضرتك عن طريق الفيسبوك، فشفت الفيديوهات، حضرت اكثر من فيديو، لقيت فيها ايديامز كثير، لقيت فيها مصطلحات بصراحة ما سمعتها قبل هيك، فحبيت هذا الموضوع، ظليت انا اتابع، لكن ظليت أبحث عن طريقة التسجيل كيف هي تكون موجود معك، اوكي، فرحت على الانستغرام وبعثت لك، تواصلت معك عن طريق الانستغرام. أنا أول ما جيت على أمريكا اشتغلت فترة بالتاكس، وهسه بشتغل يعني خلينا نحكي بالجراسري والسماك شوب وبهذا الشغل. فاللي شفته أمريكا متطلبة إنك أنت لازم تكون باللغة كثير ممتاز عشان تقدر إنك أنت تمشي حياتك بطريقة كثير كويسة، بدون لغة مش هتعرف إنك تمشي. تمام. فمن هذا الشيء أنا بلشت إنه لا، لازم إنه أحكي مع حضرتك ونبلش بهذا الشيء يعني. الهدف الرئيسي ليك كنت عايز تبقى ايه؟ يعني هدفك عايز تكون ايه في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هدفي الأساسي بالولايات المتحدة إنه أحصل على السي بي إيه، هذا هدفي الأساسي. تمام. فمشان تحصل على السي بي إيه زائد إنك أنت تكون تحصل على وظيفة كثير كويسة، بحاجة لشغلتين في أمريكا. الشغلة الأساسية بدك سيرتيفيكت بلس بدك لغة. فكنت بدي أبحث على موضوع اللغة على أساس إنه أنا تساعدني في إنه أحصل للشيء اللي أنا بدي. جميل. طيب انت بقى لما درست معايا، انت بقى لك قد ايه تدرس معايا يا سيد سامر؟ تقريبا شهر دكتور، شهر شهر. وشوي. قول لي بقى كده، الشهر ده انت اتعلمت فيه ايه يا سامر الشهر الاول؟ والله دكتور تعلمت فيه كثير، تعلمت من الفيديوهات الموجودة اللي كنت أعطينا إياها، المحاضرات، التنوع اللي كان في بالمحاضرات، من الاستماع من خلال الناس اللي بتكون بحفلات عيد الميلاد او بالمطعم او بتكون موجوده بمقابلات بالناس اللي عم تشتغل بالمكاتب. فانت بتعلي الليفل بطريقه كثير ممتازه دكتور، يعني انت قاعد بتوسع من خلال عمليه التنوع اللي هي موجوده. فتعلمت مصطلحات جديده، تعلمت كلمات جديده، فوكاب جديد بصراحه انا ما سمعته قبل هيك، زائد انه انا تعلمت موضوع اللفظ، فبصراحه ساعدني كثير في بعض، حتى في كثير شغلات انه اقدر افهمها، اولا ما كنت كثير افهم عليهم في كثير شغلات، كان لكن عندك بعد مشكلة هنا في بصراحة أمريكا؟ ثواني، كان عندك مشكلة في أمريكا للتعامل مع المجتمع الأمريكي هنا؟ بتتكلم هم مش فاهمينك؟ اكيد اكيد دكتور، كنت انا بحكي يعني ظلوا هيك انه بيطلع فيه انه انا شو اللي بقى بحكي فيه، فهو بتهزل اللي بتجيب انت من الشرق والغرب، فهو مش فاهم علي وانا برضه مش فاهم عليه، كمان هذه كانت مشكلة اللي بتواجهني، مش قادر افهم عليه لانه مصطلحات كثير، سرعه بالحكي، فانا مش قادر افهم. بعد المستوى دوت، اللي هو بعد الشهر اللي انت درسته معايا دوت، حد لاحظ فيه اختلاف كلي وجزئي في لغتك؟ من طبعا انت موجود عندنا في امريكا هنا. اتفضل. والله دكتور انا كلمه واحده بجوز يمكن حكيت، كانت كلمه رينوفيشن، بس حكيتها قدام شخص من مواليد الولايات المتحدة وعايش هون وبدرس بالكوميونيتي كوليدج، قال لي أنت من وين جايب هذه الكلمة؟ هاي كلمة مستواها عالي، مش أي حدا بيعرف، الناس الثانية ما بتعرف إيش هذه الكلمة، بتعرف كلمة ريبير فيكس غير، أما هاي كلمة واحدة، فأنا عرفت إنه أنا الطريق الصح إنه هو أنا أكمل بهذا الشيء. ممتاز ممتاز، فحس ان مستواك فرق في الشهر ده وتعلمت حاجات كتير. حتى اهل بيتي يعني، حتى زوجتي في البيت حست انه من تسجيلات الفيديو اللي انا ببعث لك اياها، بتقول لي لا احسن بكثير من قبل، تركيب الجمل حاسس انه افضل، الاستماع صار احسن، يعني بتقول لي انا بحسك انه احسن انك انت عم كيف بتحكي. ممتاز. كنت تتوقع كده يا سامر ان مستواك يفرق كده في الوقت القصير ده؟ والله دكتور لا، بصراحة ما توقعت، طبعا بصراحة ما توقعت نهائي. فترة قصيرة جدا يوصل مستواك بالتقدم دوت، غريب شوية. صحيح صحيح، فضل حضرتك بصراحة كثير فرقت معي كثير، مش شوي.
فضل ربنا هفضل معاك لحد ما اطلعك سي بي اي، تبقى هنا في امريكا ان شاء الله. طبعا إن شاء الله للعامة أكيد. في الولايات في كل العالم، ادي تسجيلات السيد سامر. اسمع سامر، ادي سامر. That thought that starts with the zebras in the city. She had met him before the party. The plane had left by the time I got to the airport. I'd written the email long before he called me. My neighbor asked if we had seen her dad. I called her to let her know I quit. I'd watched the movie before I shared my thoughts. برافو برافو، ده مستوى عالي جدا، ولسه طبعا تسجيلاته، بس طبعا بنعرض نموذج صغير كده من شغله. برافو عليه، عامل شغل جميل جدا، مستواه في النطق فرق كتير جدا. وطالما هو عايش معانا في امريكا هنا، اللي معاشراه هي الزوجه، لاحظت لازم الطالب بتاعي اللي حواليه الطلاق، سواء الزوجه سواء الاولاد سواء المدرسه سواء المقيمين معاه سواء المجتمع اللي عايش فيه، لازم مستواه يتقدم. برافو عليك، انا معاك لحد ما تحقق النجاح وهدفك في الولايات المتحده الامريكيه. اهلا بيك يا سامر، شرفتني، اهلا بيك، ربنا يخليك، واحنا لنا شرف دكتور، ربنا ربنا يخليك. يخليك، شرف ليا. وايضا من الولايات المتحده الامريكيه معايا الاستاذه جوي. اهلا بيك يا استاذه جوي. اهلا بحضرتك يا دكتور. قولي لي كده يا جوي، انت اتعرفت عليا ازاي؟ وقولي لي بقى ايه القصه بتاعتك كده يا جوي، اتفضلي. انا اتعرفت على حضرتك من خلال السوشيال ميديا. انا كنت بحاول لسنين ان اتعلم اللغة ك نطق يكون صحيح، ما يكونش فيه اكسنت. انا كل التعاملات او حتى الدائره القريبه او المحيطه بيا امريكان تقريبا، يعني تقريبا انا مش ما اتعاملتش مع عرب عن قرب خالص، فكان دايما عندي مشكله سواء في دائره الاصحاب او دائره الشغل هي اللغه. يعني انا مش عارفه اوصل لهم انا عايزه ايه، او ايه اللي انا عايزه اقوله، او ايه الفكره من الكلام بتاعي. لكن فاهمه كويس قوي اللي هم بيقولوه، يعني انا اسمع كويس لكن انا عندي مشكله في الكلام. بسمع وبفهم اللي بيقولوه، فانا محتاجه ارد، فكان عندي صعوبه جدا ان اوصل لهم المعلومه. حاولت ان اجمع كلمات كتير فيمكن ده يساعدني على توصيل المعلومه لما يكون عندي حصيله كويسه من الكلمات. طبعا موضوع الكورسات، اخدت كورسات كتير. الفكره كلها خدت ان كورسات فين؟ في داخل امريكا ولا بره امريكا؟ اونلاين، بس هي حاجه تبع، يعني تبع سواء في امريكا او في اليو كي، تمام حاجات اونلاين ممتاز. معتمده، يعني حاجات اكاديميه. نعم لان خلاص انا وصلت ان هي دي المشكله اللي موجوده وانا محتاجه ان انا احلها، لان ده هيوفر عليا حاجات كتير، وحتى في شغلي هيساعدني انه يعني اوصل لحاجه افضل من اللي انا موجود من الحالي. تمام. اتفضل. طبيعة شغلك ايه يا استاذة؟ انا حاليا في بري سكول. كانت الفكره عندي ان اول لما بدات المجال ده هو ده شيفت كارير. أخدت وقت شوية، دايما في صعوبة إن هم يفهموني، يعني أنا عندي السكيلز، وبعد فترة قليلة جدا اكتسبت ثقة كل الإدارة والآباء بعد اللي وقت عندي ان في انت المدرسة. لسه هنيجي للنقطه ديت بقى، بعد وقت لما انت درستي معايا. لا في الوقت، لا أنا اكتسبت الثقة وهم شايفين فيا السكيلز، بس أنا عندي مشكلة في اللغة. اللغه، اه تمام، كان حائل بينك بالظبط. وبينهم، اللي هم مين لا بقى، اللي هم الامريكان المدرسه. بالظبط، يعني المدرسة أمريكان، تمام وكل يعني أنا ما في، يعني زي ما بقول لحضرتك، أنا من الفترة اللي أنا موجودة فيها هنا تقريبا أنا ما أعرفش حد عربي. فأنا برضو من ضمن الحاجات اللي أنا كنت متخيلة إن ده هيساعد في اللغة أكتر، إن أنا أتعلم وإن أنا يبقى في الكوميونيكيشن مع حد، مع أمريكان. تمام في المدرسة وصلت، ويمكن كلمت حضرتك قبل حتى ما أعمل الشيفت كارير، من وقت كبير
لما ابتديت اركز في فيديوهات حضرتك، لا انا يعني انا شايفه ان حضرتك عارف المشكله فين عند العرب. ده مش موجود في الكورسات اللي انا اخدتها. يعني هو الكورسات هو مش فاهم انا عايزه ايه. يعني هو بيعلم بس هو مش فاهم انا، يعني هو بيقول فيها النطق الصح، نعم طب انا اعدل بتاعي ازاي؟ انا مش عارفه. نعم بعد وقت قليل وصلت انه هي خلاص بقى واضح جدا ان هي المشكله في اللغه. في الوقت ده رجعت تواصلت مع حضرتك بعد تقريبا 3 محاضرات. ابتدى يعني المدرسه اللي هي الليد تيتشر اللي معايا، هو الكلاس بيبقى فيه ليد واسيستنت. اللي تيتشر ابتدت تلاحظ المخارج نفسها، بتقول لي امريكان اكس، حتى الامريكا يعني هي حتى بتقول لي الامريكان عندهم اكسن يعني، بس هي دلوقتي بقت النطق بتاعي فعلا هي فاهماه، يعني فعلا فاهماه. يعني دي اول حاجه كانت ان هي فاهمه بعد اللي انا ثلاث بقوله من محاضرات اول. بس يا جوي، بعد 3 محاضرات بس بقى تقول لك ايه ده، انا فاهماكي بعد 3 محاضرات بس. 3 محاضرات في الوقت ده كان ومع المديرة نعم في الكوميونيكيشن اللي بعمله معها. هي كانت كل ما أكلمها في خلال الفترة الأولى هي بتحاول تركز أنا عايزة أقول إيه، اه وبنقعد وقت يعني وتتأكد إن هو ده اللي أنا عايزة أقوله ودي المعلومة. وخصوصا يعني هو الموضوع شوية في تفاصيل كتير في المدرسة والكلام كإدارة يعني. فمن المحاضرة الثالثة ابتديت بتكلم معاها اللي هو الطبيعي خالص، فلا ابتدت تلاحظ فيه حاجة يعني. اه فهي متخيلة إنه من المدرسة الجديدة اللي جات معايا، يعني كان في الوقت ده في تغيير. نعم فقلت لها لا، هو الفكره كلها ان انا باخد كورس انجليزي مع بروفيسور هنا من امريكا، وهو كمان يعني مش بس بيتكلم، ده هو بيتكلم كام لغه، فهو فاهم انا المشكله عندي فين، فهو ابتدى يصحح النطق اللغوي عندي يعني. ففي الوقت ده يعني بعد المقابله دي يمكن الويك اند اللي بعدها على طول كان في فرصه ان للي تيتشر في فصل تاني، نعم فاتفاجئت ان هي بتعرض عليا الوظيفه دي. جميل والوقت ده بقى شجعتني جدا، لا انتي يعني حد بيها يعني، رغم ان انا لو انا يعني لو انا بتكلم في البوزيشن ده مش قبل انا بخبرتي معاهم يعني، لا مش قبل 3 4 سنين على ما يحصل ده. ايه ده؟ حاجة غريبة يا جوي، ايه اللي حصل لك ده؟ ايه ده؟ 3 محاضرات بتتكلمي طبعا انجليزي؟ الله، وخدتي يعني اترقيتي بقيتي ليد تيتشر في المدرسة اللي انت فيها، كنت متوقعة ده يا جوي؟ لا خالص بصراحة يعني أنا كنت جاية لحضرتك وأنا تقريبا أنا عندي عقد، خلاص أنا عندي عقدة من اللغة، لأنه أنا بذلت فيها مجهود كبير يعني في سنين، وأنا دراستي قبل حتى قبل الـ early childhood كل الكلاسز اللي أخدتها هنا، لا أنا دراستي حتى كلها إنجليزي. فأنا خلاص كان عندي عقدة إنه أنا مش هعرف أتكلم خلاص. حاجة غريبة يا جوي، حاجة غريبة، يعني طبعا حصل لك ولا المعجزة؟ طبعا هي انا يعني لاخر لحظه انا بقول كده انه الفضل كله يرجع طبعا لربنا والموهبه اللي موجوده عند حضرتك. يعني هو مش بس يعني حضرتك اول حاجه الموهبه في اتقان كذا لغه، ده بيوصل يعني ده بيوصل لنا ارتياح، انا كطالبه بيوصل لي ارتياح ان احنا ما فيش يعني اللي احنا بنقول عليه language barrier، يعني ان اعرف اوصل لك انا مشكلتي في ايه. ولما حضرتك يعني خلاص انت عارف المشكله فين، فبتشتغل عليها انك تنجح الطالب اللي معاك. يعني انت مش بس هي مش ماده حضرتك بتقدمها، يعني ده الفرق او ده اللي خلاني انا مكمله، انا مش هوقف انجليزي، مش هوقف
ولغة واتنين. يعني أنا ده التارجت بتاعي، اهلا بيك، إن اهلا، شرفيني. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا لحضرتك جدا. يعني أنا بقول إنه المجهود مش بس إن ده كورس، يعني أنا مش عارفة أقول إن ده كورس إنجليزي بصراحة، لأن أنا كل الحاجات يعني أنا المحاضرة الواحدة هي مادة علمية. يعني إحنا مش بنتكلم في ضم اللي هو الحاجات البيزك اللي أي حد بيدخل فيها كورس إنجليزي متخيل إن هي الأزمنة والضمائر واللي هي الحاجات اللي هو عشان لا، أنا بدخل المحاضرة دي مادة علمية محتاجة تتفرغ في كذا اتجاه وتتذاكر. يعني دي برضو أنا يعني بدي المحاضرة على الأقل خالص، المحاضرة هي عايزة يوم مذاكرة. لا، لو الواحد محتاج إن هو فعلا يشتغل إن دي لغة جديدة الواحد بيتعلمها، وكم المعلومات اللي حضرتك بتقولها في المحاضرة الأروع من كل، مش بس اللغة لا كمان التعليم على الكالتشر، دي حاجة مهمة. يعني احنا عايشين الإيديومز اللي حضرتك بتحطها، طبعا دي حاجة طبعا أنا عانيت منها كتير جدا في خلال كل شغلي. هم طبعا إيديوم، أنا طبعا يعني على ما يشرحوا لي هم يقصدوا إيه وإيه المعنى لا خلاص بنبقى يعني الموضوع يعني فقد معناه. تمام. وكمان غير كده المدرسة برضو بقيت تتعاملي مع أولاد الآباء وأمهات الأولاد عندك طبعا بشكل كبير طبعا الوقت قوي. عندنا طبعا اللي تيتشر هي دورها الاساسي، لكن الاسيستنت تنفع تعمل كده، بس انا كنت بقول لا، انا كنت دايما اقول للي تيتشر كده انت على الباب وانا جوه الفصل، يعني اللي هو يعني لا بالعكس، انا من اول لما بلغت حضرتك انه لي تيتشر خلاص بقيت انا اللي على الباب. تمام. فبالعكس مش شايف يعني في الاول كان صعب، وان انا اقنع نفسي ان انا بقيت بتكلم وان الناس فهماني، يعني ان الفكر ده يتغير عندي اخد وقت. لكن نشكر ربنا يعني دلوقتي لا عادي، اي حد بيجي ياخد الطفل من عندي بيسأل يومه عامل ازاي، عملته ايه، اخباره ايه الجديد، ده يوميا مع كل طفل. فانا الكلام مش بقى شايفه بعد الموضوع، درست قد ايه يا جوي معايا؟ انا دلوقتي مع حضرتك بالظبط بقالي 6 اسابيع. 6 اسابيع. تمام، فرحان بك كتير يا جوي، ومن تقدم الى شكرا. تقدم. طبعا جوي درست في انجلترا ودرست هنا في امريكا، ولكن طبعا الكورس ده بناء على كلامك حاجه كده غريبه كده يا جوي، حاجه غريبه. طبعا طبعا تمام. تمام، اهلا بيكي، ومن تقدم ونجاح، وفرحان بيكي جدا جدا جدا. ان شكرا شاء الله لحضرتك. نطلع منك حاجه احسن من كده. لسه المتحدثه هي بتتكلم عن الخبره اللي استفادته من خلال فقط 6 اسابيع. وانتقل ايضا من جوي الى، لسه احنا في امريكا، معايا الاستاذه ميري. اهلا بيكي يا استاذه ميري. أهلا يا دكتور. اهلا بيكي، قولي لي كده استاذه ميري، اتعرفت عليها ازاي كده؟ اتفضلي يا استاذه. من السوشيال ميديا برضه يا دكتور. ايه اللي عجبك بقى في السوشيال ميديا كده يعني بالبداية كده؟ يعني بس يا دكتور، هو أنا مشكلتي الأكبر بصراحة، يعني طبعا كل اللي يعني قالوه الأساتذة أنا متفقة معاه، بس أنا هضيف حاجة تانية. يعني اللي قالوه أنا هضيف عليه إن أنا أم وعندي جاب بدأت تظهر، مع إني أنا عندي أطفال صغيرين، بس أنا حاسة بالجاب، وده اللي خلاني إن أنا اخد القرار ان انا ابدا ان انا يعني اخد محاكاه للواقع. فده اللي لقيته عند حضرتك بصراحه، وانا قلت لحضرتك قبل كده احنا جايين كبار، انا مش فاهمه يعني هم مثلا بيكونوا بيهزروا وانا مش عارفه اضحك لان ده هزار، نعم. بس انا مش فاهمه ده هزار. بيتكلموا في حاجه بجد جدا وسيريس جدا وانا عايزه، فهو يعني دوت بصراحه. كمان برضو الانفصال ده هيبقى انفصال يعني بيوسع بيكبر وبسرعة بيتضاعف، طبعا فأنا الاختلاف. حبيت إن أنا ألحق نفسي. نعم. طبعا كل اللي قالوه، أنا برضه دخلت الكوميونيتي كوليدج، ولا أنا طبعا مشكورين جدا بيعملوا مجهود كبير، لكن ما كنش واصلين لاحتياجاتي وكنت حتى مستنية تم أنا أقعد درس يا معاك. ميري في الكوميونيتي كوليدج هنا في امريكا. أنا رحت جولدن ويست، كنت في جولدن ويست وقعدت وقعدت مثلا معاهم سنه كذا، اثنين ثلاثه.
لا لا، انا اصلا في امريكا هنا كله حوالي 3 أو 4 سنين، تقريبا 4 سنين. ما كانش عندي الفرصه دي لاني الريتم اسرع بكتير، ربنا اداني اللاينز بتاعتي وبقيت بشتغل وبقيت في وسط ناس والحياه خدت بسرعه جدا معايا. نعم لكن كنت من الناس المحظوظه يعني. لكن اللغه طبعا اللي قالته جوي واللي قاله استاذ سامر برضو كله 100%، بس انا بضيف عشان ما ناخدش من الوقت. لكن انا كان اضافه للي اتقال وللكالتشر، الكالتشر والكالتشر صح. وبعدين حضرتك بتدي في كل مره، بتدينا مره مثلا عن الحاجات بتاعه المستشفيات، لو دخلت مستشفى شفت حقوقك واجباتك، يعني ممكن تكون كلمه صغيره حضرتك بتقولها في النص بس هي بالنسبه لنا علم كبير، او فتحت عينينا على حاجه كبيره جدا. حقوق وواجبات، حقوق وواجبات. احنا هنا في البلد لا عارفين حقوقنا ولا حتى عارفين ايه المفروض نعمله، ولا الرايت بتاعتنا ولا الديوس بتاعتنا يعني. فده اللي خلاني بصراحه اولادي وطبعا احتياجاتي الحياتيه والشغل وكل دوت، وحاسه اني لسه عايزه احط مجهود كبير لاني الفجوه بتتضاعف بشكل فظيع قوي دكتور بصراحه. نعم، الكورس ده يا أستاذة فادك في عملك يعني في وظيفتك؟ أنا طبعا عارف إن أنت يعني بتعملي في المجال الطبي هنا، هل فادك في عملك؟ زمايلك حسوا إن أنت اه مستواك؟ طبعا اتفضلي. يا دكتور، انا برد على التليفون. يعني كان في فوبيا طبعا من ان انا اتكلم او اكلم حد او حد هيكلمني او انا هتكلم، لان شغلنا كله ما يعني ما يعني الكلام فيه مش كتير. نعم احنا بنشتغل مع الماشينز، بنشتغل اه طبعا بيبقى في كونتاكت لما يكون عندي كريتيكال ريزلتس، غير كده ما عنديش كونتاكت مع الفلور مع النيرسز مع الدكتور، يعني ده بيبقى ليميتد او لان انا بشتغل ريجولار انا مش ليد. فده خلاني ان انا اخد خطوه لقدام، يعني دي خطوه لقدام ان انا افكر طب انا اقدر ان انا اتكلم، اقدر اني اتعامل. طبعا فادني في شغلي، بقيت حتى لو بسمع حاجه بدات افسر اللي بيحصل. يعني تمام. لا لا، في تقدم كبير، انا حاسه بنفسي ان في تقدم كبير جدا في الفهم، في تقدم ان انا ممكن لما احب اقول حاجه يعني لا. وكمان يعني انا من الناس برضو اللي بصراحة عايزة أتذكر أكتر برضو، لأن أنا حاسة إن المحاضرة الواحدة دكتور عايزة لها شهر. يوم إيه اللي المحاضرة تخلص مليانة فيه؟ يعني. أنت لما كنت بتدرسي في الكوميونيتي كولج هنا في أمريكا خدتي كلاسات زي كده يا ميري؟ بص، هي يعني أنا ذاكرته، هما بيدوا مادة دسمة جدا بس ما فيهاش محاكاة للواقع. آه هفهمني يعني المادة دسمة والناس بتشتغل وكتب وورق ورايحين جايين وكريدت، انا كنت باخد السمستر ممكن اوصل ل 11 كريدت، ممكن اوصل وليسننج، بس ما فيش واقع. يعني انا عماله اخد فين الواقع؟ فين اللي انا افهمه؟ والادلت سكول وكل الحاجات دي. لكن بصراحه حضرتك بتنقل لنا خبره سنين شورت كات، يعني اقدر اسميها كده، تمام. وبنعمل جامبنج 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 بسرعه 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 بسرعه، يعني حضرتك فاهمني؟ يعني مش بناخدها بقى. وحضرتك كمان يعني بشكرك جدا، حضرتك مش بخيل في المعلومة، يعني لما بتمسك توبيك بتفهمنا التوبيك ده أوله فين آخره فين. يعني تقريبا بناخد حياة، يعني ده مش كورس، دي محاكاة للواقع بصراحة. أشكرك طبعا يا ميري، ومن تقدم إلى تقدم ومن نجاح لنجاح، تشرفت بيك يا ميري، شكرا وأنا يا دكتور، احنا جدا اتشرفنا بحضرتك بحضورك جدا. طبعا، وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن للجميع للجميع. إحنا بنتقدم يا جماعة كل أسبوع في محاضرات هنا، بتتقدم مستواك بيتقدم، بتعرف حاجات كتير، بتتعلم حاجات كتير. أنا ما عنديش محاضرة زي بعض يعني، أنا متنوع بحب التنوع يعني، لازم كده كل أسبوع في حاجة جديدة، لازم تتعلم. التعليم كده انك لازم مستواك يتقدم، لازم تندمج في المجتمع الامريكي، لازم اللي حواليك يحسوا ان انت مختلف. ده اسلوبي في التدريس، غريب، انا عارف ان انا غريب بس فريد، وانا عارف ده كويس قوي، دي من خبره. انا هنا بعلم مش بس لغه، انا بعلم لغه وحياه من خبرتي الاكاديميه وخبرتي الحياتيه، من تقدم ومن نجاح الى نجاح. وبنهي دايما حديثي في هذه المقولة التي أؤمن بها: Knowledge is power، المعرفة قوة. معكم بروفيسور دكتور كرم أنيس، أستاذ اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية. شكرا، باي باي.